على بلدنا يا مجاور ألف مدنا حي على بلدنا يا مجاور ألف مدنا ورزقك بالحلال البنا في العلالي والسقى اللي ملالي البنا في العلالي والسقى اللي ملالي من النيل الزلال بيقول الحق طامع في كل فجر طالع بيقول الحق طامع في كل فجر لما يشد الحبال تشد مع ولادنا لما يشد الحبال تشد مع ولادنا حي على بلدنا حي على بلدنا حي على بلدنا يا مجاور ألف مدنا حي على بلدنا يا مجاور ألف مدنا ورزقك بالحلال واللي تعزه القناع واللي في ايده صناعة واللي تعزه القناع واللي في ايده صناعة تغني عن السؤال والشيخ يعرف كتاب رحيم على اللي تاب الشيخ يعرف كتاب رحيم على اللي تاب ويقول الحق قال على الله اعتمدنا ويقول الحق قال على الله اعتمدنا حي على بلدنا حي على بلدنا على بلدنا على بلدنا شكرا الله فعلا كلام درر ما يطلعش غير من فؤاد حداد الحقيقة نمسي الأول على كل اللي بيشوفونا وبيتابعونا وليلة جديدة من ليالي مصر جميلة وكده الليلة بدأت مع علامها وبدأنا نعرف هنبتديها ازاي ونعيش مع أحلى الكلمات وأحلى الأشعار وبتكلم عن شاعر فؤاد حداد أعتقد إن احنا مش محتاجين إن احنا نتكلم النهاردة عن شاعر من شعرائنا اللي أثروا الحياة الشعرية وهيظل اسمه محفور في قائمة الأدب والشعراء ده أكيد النهاردة بنتكلم على العرض المسرحي حي على بلدنا طبعا الأشعار للكبير فؤاد حداد وبيسعدنا النهاردة ان احنا يكون معانا مجموعة من أبطال العرض بيسعدنا ان احنا يكون معانا الأستاذ يوسف إسماعيل مدير المسرح القومي اللي قدموا عرض حي على بلدنا أهلا بحضرتك يا فندم ومساء الخير ومنورنا طيبين وحضرتك بصحة وسلامة معانا رحاب رسمي بطلة من أبطال العرض يا أهلا وسهلا اهلا بيك اهلا منورانا وكل سنه وانت طيبه وانت طيبه وحضرتك طيبه ومعانا الفنان القدير المطرب محمد عزت وايضا من ابطال العرض اهلا بحضرتك يا فندم ومنور لسه في ابطال كتير بس طبعا للاسف الشديد ان هم مش معانا النهارده ولكن ان شاء الله يعني من خلال مصر جميله نستوفي حديثنا عن المسرحيه والشعر الغنائي حي على بلدنا كل سنة وانتم طيبين انت طيبة ان شاء الله كده عيد سعيد بعد النجاح الكبير اللي قدمتوه من خلال العرض المسرحي والنجاح ده كان بشهادة يعني عدد كبير جدا من المثقفين طبعا على رأسهم دكتور إيناس عبد الله وزيرة الثقافة اللي أثنت مش بس مجرد بالكلمات على العرض المسرحي لكن كمان كان تشجيعها بشكل كبير أولا لأن العرض كان بالمجان مفتوح للجمهور بالمجان طوال شهر رمضان كان آخر يوم في العرض كان يوم 25 ولكن كمان بناء على النجاح اللي حققه هذا العرض إن شاء الله يجوب المحافظات وأيضا بالمجان وأنا أعتقد أن دي الحقيقة لمسة مهمة جدا لما بشجع الثقافة لما بشجع شعر فؤاد حداد أنا كده يعني بحقق هدف كبير جدا نبتدي منين الحكاية يا أستاذ يوسف
الحكاية نبتديها من فؤاد حداد. فؤاد حداد الشاعر الرائد، فؤاد حداد رائد شعر العامية في مصر بعد بيرم التونسي. فؤاد حداد هو مسحرات الوطن. صحيح. يعني ما مش ممكن هيجي علينا رمضان وما نفتكرش فؤاد حداد. أكيد. يعني كمان أصبح فؤاد حداد علامة من علامات شهر رمضان بالمسحراتي اللي ألفها، وده ديوان كبير جدا جدا المسحراتي، تعدى بالفكرة من انه مسحراتي بيصح الناس عشان تاكل لمسحرات الوطن اللي بيصح الناس عشان تشتغل، بيصح الناس عشان تشقى، بيصح الناس عشان تجاهد، تقف على حدودها، تحارب عدوها. يعني الحقيقة فؤاد حداد انا مهما اتكلمت عنه فهو شاعر كبير، واحنا كمسرح قومي الحقيقة يعني ما ينفعش ما نهتمش بقمة من قمم الشعر العربي والشعر العامية المصرية وشاعر زي فؤاد حداد. وده مش اول تعامل بيننا وبين الشاعر فؤاد حداد، احنا ده التعاون رقم 6. في تم اعمال قبل كده كتير في وجود فؤاد حداد، وكان المخرج احمد اسماعيل اللي هو مخرج هذه السهرة تعاون مع الشاعر الكبير فؤاد حداد، وكان فؤاد حداد هو اللي بينشد على المسرح. والفكرة اتطورت بعد كده أسرة فؤاد حداد، الشاعر أمين حداد، أمين فؤاد حداد، وسليم فؤاد حداد، وحسن فؤاد حداد، الحقيقة كملوا هذا التعاون بكل ود وكل حب مع المسرح القومي طوال السنوات اللي فاتت. يعني بقى لنا اكتر من 25 سنة بنتعاون وبنعمل شغل، وهم الحقيقة بيهدوا الشغل ده دائما للمسرح القومي. اللي زود الموضوع رونق الحقيقة لما الدكتورة ايناس عبد الدايم وزير الثقافة اللي بوجه لها التحية من هنا قررت ان هذا العرض يبقى بالمجان للجمهور، ثم تكرم فؤاد حداد. يعني فؤاد حداد الشاعر العظيم ده، دي من المرات الاوائل اللي بيتم تكريمه فيها بشكل رسمي. وبعد التكريم قررت وعملت تكليف انه هذا العرض لاهميته، لانه بيتكلم عن الوطن ببساطه. لسه كنت هسال حضرتك ليه اخترتوا حي على بلدنا تحديدا من اعمال فؤاد حداد؟ هو الحقيقه زي حي على الكفاح. احنا حي على بلدنا. يعني اللي هو نقف جنب بلدنا، نستعد نلتف حوالين بلدنا، نبقى كلنا ايد واحده حوالين بلدنا، تبقى بلدنا هي الهدف بالنسبه لنا. صحيح. ما نشغلش بالنا باي تفاصيل فرعيه، لا، شغلنا الشاغل هو بلدنا، واحنا كمسرح قومي وهو لسان حال الثقافه المصريه، ده دورنا. دورنا طبعا كمسرح قومي ان احنا نقدم هذه الاعمال اللي بتعزف على وتر الوطن، وفي نفس الوقت لها قيمه فنيه عظيمه بتقدمها للجمهور. والحقيقه ده مطلوب في الوقت الحالي. طبعا. يعني في الوقت الحالي واحنا بنشجع دايما على العمل، وان احنا نكون كلنا ايد واحده وفي اتجاه واحد لبناء الوطن، فده شيء مناسب جدا. احنا شايفين على الشاشه دلوقتي بعض الصور واللقطات اللي تم يعني اخذها من العرض. طبعا فناننا الكبير اشرف عبد الغفور بطل هذا العرض ايضا، والفنان عهدي صادق، والفنان مفيد عاشور. انا مش عايزه انسى حد. طبعا دي صوره السيده وزير الثقافه دكتور ايناس عبد الدايم وهي بتكرم اسره فؤاد حداد. مظبوط. طيب انا عرفت انه كل اللي اشتركوا في العرض غنوا او قالوا اشعار غنائيه، فاحنا حضرتك طبعا استاذ محمد مطرب وعارف ان احنا على بلدنا. لا، ممثل بقى يعني، هو مطرب بس مثل، يعني ده تم اكتشافه بقى. الممثل غنى والمطرب مثل. لا، هو مثل اذا كان جاي مغني خليه يمثل بس يعني. برضه طيب احنا معانا رحاب كانت جايه ممثله غنت. انا الوحيده اللي خفت تغني جدا. خفت جدا، اترعبت جدا، رغم ان انا عملتها قبل كده على المسرح، بس انا اما سمعت استاذ احمد اسماعيل بصراحه المخرج اداني يا كحك يا سيد الكرم، وقال لي اسمعيها لسيد مكاوي. طبعا الشيخ سيد مكاوي انا اترعبت، ما بياخدش نفس، يعني ان انا اقف كل يوم اقول كده من غير اي نفس. لا، خفت جدا وترعبت، وكلمت استاذ احمد بسرعه جدا، قلت له انا مرعوبه ان انا اعمل كده، انا هجرب اداء ولو عجب حضرتك فسندني طبعا استاذ محمد عزت بدخله موال جميل جدا،
وسابني انطلق كاداء تمثيل. طب ما نعمل ده بقى دلوقتي، ايه رايكم؟ تمام اوكي يلا يا استاذ محمد. فاكر كنت بقول انا هستخدم العود طبلة مش طبلة لكل الاغراض. ما هو العود جاي عود عملته يعني الممثل يعني يجي ممثل بتعمله مغني، فالعود جاي عود عملته طبلة مسحراتي من أراتي خالاتي عماتي سيداتي على تل عجوة وعسل وسام ولا مجلس الأمن سهرانين لتوعجين يبنوا الهرم آلة حمات المحترم. يا كحكي يا سيد الكرم، نبطلة في المشمش يا بنت وقومي وفرفشي، لا تحوشي ولا تختشي، احمي الوابور واستحمشي، اشي واشي تلاقي همشي، اشي دغ اشي دغ اشي نغبشي، واشي حبشي، واشي دندشي، واشي انقشي، واشي ينحشي، واشي رشرشي سكر عليه، بركة ايديه، فرحة عينيه، قال ايه وايه؟ المشي طبله والدق على طبله، ناس كانوا قبله قالوا في الأمثال الرجل الدب مطرح ما تحب. أنا حاولت أهرب من الواقع جدا جدا، أنا عملت المستحيل. أستاذ أحمد كان مصر إصرار رهيب إن كلنا نغني. بصراحة أستاذ أشرف عبد الغفور يعني أغنيته بصراحة كان عاملها فظيعة. استاذ مفيد عاشور كان عاملها فظيعه، انا اتفاجئت، انا ندمت اني ما حاولتش يعني بس انا كنت لحوحه في خوفي اكتر، كنت قلقانه، كنت مرعوبه ان انا بس عايزه اقول لك ان انت كمان يعني الاداء التمثيلي اللي انت قمتي بيه دلوقتي مختلف. اولا معروف جدا ان الاشعار الالقاء فيها مهم جدا، الاحساس بالكلمه والتعبير عنها. على المدخل ده احييك جدا جدا على المدخل ده، يعني ده لفت انتباهي جدا الحقيقه معاه فحسيته، فده اضاف الحقيقه التجربه اللي من النوع ده. ويمكن محمد عزت بقاله 30 سنه بيشارك في هذه التجارب. بكبرك يا محمد معلش من اول ما اتولد فيها القاء الشعر من نوع تاني. صحيح. الطريقه بتاعت القاء الشعر هنا هو فكره التعبير عما بداخل الشعر حقيقي. يعني هو هنا ده المنهج بتاع التجربه دي، وده يعني يرجع للمخرج احمد اسماعيل وهو اللي كان يعني ايه له اللمسات دي مع الاضافه مع مع الفنانين الحقيقه. وفي نفس الوقت الممثل بيمثل القصيده وده جديد طبعا، يعني ده جديد مش موجود. يعني لما تيجي تقول الممثل دائما بيمثل شخصيه وبيعمل لها ابعاد وكده، طب الممثل يمثل قصيده ازاي؟ وهنا كان طوال الوقت المفاجآت لفنانين كبار بيدهشوا الناس زي اشرف عبد الغفور. وزي يعني اشرف عبد الغفور انا بالنسبه لي ادهاش، فنان كبير قوي قوي قوي، فنان عظيم. اشرف عبد الغفور من اول لحظه وهو اما بدا يشتغل على الكلام بصراحه يعني امتعنا وودانا في مناطق جديده ما رحناهاش في الاداء وفي التعبير. فانا بقدم له تحيه خاصه للفنان اشرف ابو غفور وكذلك الفنان مفيد عاشور وعهد صادق وبقيه الفنانين. حقيقه يعني اللي دايما بيلفت الانتباه في الشعر وحضراتكم يعني توضحوا لي اكثر التذوق الشعري. يعني انا لما قلت الالقاء ممكن الالقاء كمان يكون في قصيده محتاجه تلوين للصوت محتاجه ده، لكن ان انا احس الكلمه وامثلها واعبر عنها كانها طالعه منك انت بالظبط مش من الشاعر. مش من بقى الشاعر واوصلها للجمهور بنفس الاحساس ده بالبساطه والاحساس ده. الحقيقه محتاج فنان متذوق للشعر
بيشعر بالكلمة وبيعبر عنها بطريقة صحيحة وبيوصلها للمتلقي. واعتقد ان جموع الاسماء اللي احنا قلنا عليهم كان عندهم العنصر ده مزبوط. وده حسيتيه يا رحاب اكيد وانت على خشبة مزبوط. المسرح. انا كمان استاذ احمد اسماعيل المخرج من اول يوم بروفات انا طبعا اول ما لقيت شاعر فؤاد حداد وشاعر قلت بس طبعا خلاص اتعودنا ومن ايام المعهد شعر فبنبتدي نعمل كده ونفس عميق والنظر نفس قال لي لا 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 عايز صوتك انسي كل الكلام ده انسي كل اللي اتعلمتي عايز صوتك انت رحاب عايز رحاب بشاوتها باللفظ كده انا عايز رحاب حسيتي الكلمه هنا حسيتيها مش عايز خالص بلس في مناطق كان فيها او انا كنت حاساها فيها حزن شويه قال لي خالص الموضوع فيه بهجه احنا عايزين الناس تخرج مبسوطه تخرج الكبت ومشاكل الحياه بره يعني تخرج تقول تعمل بيبقى فيه ريفرش كده رجعوا مبسوطين والحياه ده اللي محتاجينه وهو ده اللي محتاجينه من الفن الحقيقه الفتره الحاليه طبعا. احنا عايزين نطلع فاصل مع حضراتكم طبعا. ونرجع على طول نواصل لقاء ومصر جميله وحي على بلد من وزارة الثقافة قدمت الفرق القومية عروضا مميزة تمثل الفولكلور المصري الشعبي والذي قدمت من خلاله مجموعة من الأغاني والرقصات التي تميزت بها تلك الفرق والتي لاقت تفاعلا واستحسانا كبيرا من قبل الجمهور. بنشارك هنا زي كل سنه في مهرجان الاحتفالات برمضان وبنقدم التراث المصري بتاع الفرقه القوميه اللي هو تراث الدوله بنقدم طباعه الدوله والحمد لله كل سنه بيختلف عن السنه اللي قبلها بتحس ان في فعاليات بتزيد اكتر الناس بتواصل الناس معانا بيزيد اكتر الحمد لله بيبقى شهر مفترج طبعا كل سنه وانتم طيبين وبنحاول نقدم حاجه كويسه تفيد الناس وتبسطهم طبعا اكيد والله مش دايما باجي هنا كتير بس انا جاي النهارده عشان الاطفال ولادي بيتفرجوا على ليله كبيره كانت ممتازه جميله جدا بصراحه العرض بتاع السيرك كان كويس جدا جدا الفرقة بتشارك النهاردة وبكرة بالبروجرام متكون من فصلين كل فصل ميكسيموم مثلا خمس رقصات بتتناول طبعا الأحداث في كل بلد وفي كل عاصمة وإيه عاداتها وتقاليدها في الرقص ده احنا كنا لسه في ألبانيا وكان عملنا عروض جميلة جدا الحمد لله بشهادة الجماهير الألبانية كانوا عاوزيننا نقعد ونكمل الأبيض هنا يا مصر يا أمنا واطلع في نور الأذان إذا دعا الوالدان
المدرسة والميدان والإنسانية هنا يا مصر يا أمنا. حي على بلدنا يا مجاور قلب بلدنا، حي على بلدنا يا مجاور قلب بلدنا ورزقك بالحلال. أنا عندي يا ولاد الحلال حدود، أنا والدي هو اللي عاش ولا حد قبلي ناقش في حضر ولا مقبول. حي على بلدنا يا مجاور قلب مبنى ورزقك بالحلال. مهما جرى ومهما يجرى من اول تاريخ الهجره، كان عندي فجر انشق نوره في عين الجبارين مؤلم. ما كانش ناقص طلع سلاح ابيضاني وقطع رقبته بنفسه. راح الولد في البكا وانا والدي مات مبسوط. انا والدي مات مبسوط لانه عكس امر الملك ايام ما كان الملك ملك ومصروف الامل مضمون. حي على بلدنا يا مجاور قلب بلدنا، حي على بلدنا يا مجاور قلب بلدنا ورزقك بالحلال. طيب احنا رجعنا تاني وشفنا جزء من العرض، واستاذ محمد عايزين نسمع من حضرتك حاجه. يا العروسه اللي بتغسل خلقتها في خليل من شفايفك تمري مع السلوك قلبي خصم لي. يا هز النخل جيب لي طرح بحري وطرح جيب لي. يا هز النخل جيب لي طرح بحري وطرح جيب لي. يا هز النخل جيب لي طرح بحري وطرح جيب لي. والفجيرة تحت كبلي في المراية اللي تزغلل يا العروسة. يا العروسة اللي بتغسل خلقتها في خليج من شفايفك تمري مع السلدوج قلبي خاص بيت الحصيرة لف خلخلها الجزيرة. اللي بيت الحصيرة لف خلخلها الجزيرة. اللي بيت الحصيرة لف خلخلها الجزيرة. علقتني بالضفيرة الغزالة ام الغزيل. يا العروسة يا العروسة اللي بتغسل خلقتها في خليج من شفايفك تمر معسل دوج قلبي خاص لي. شفت جوعك لما شمر قلت فل وقلت مرمر. شفت جوعك لما شمر قلت فل وقلت مرمر. شفت جوعك لما شمر قلت فل وقلت مرمر. العجين التاني
والدراع لسه مخدل يا نار كل الشمس تنزل يا نار وصا. الله عظيم. ايه الكلمات وايه الالحان وايه الحاله وايه المسرح الغنائي الجميل ده اللي احنا مفتقدينه واللي احنا عايزينه، وهي دي الثقافه الحقيقيه وهي دي المتعه الحقيقيه اللي محتاجينها النهارده ومحتاجين ان الاطفال الصغيرين كمان يتربوا عليها. يعني اسمح لي يا استاذ يوسف، مطلوب ان احنا نعيد الثقافه بشكلها الحقيقي ونعيد تقديم المسرح الغنائي بهذا الشكل الراقي. واللي عاجبني بقى تفاعل حضرتك وتفاعل رحاب كمان مع الاغنيات والحاله دي. هل دي عوده وتبني للدوله للمسرح الغنائي وعودته مره اخرى بقوه لنشر هذه النوعية من المسارح على مستوى محافظات مصر كلها؟ طبعا طبعا، ده 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 هدف ودي رسالة احنا متبنينها كمان، ودي ثقافة مصرية. يعني ثقافة مصرية حتى الصميم زي ما بيقولوا. اما يبقى الشاعر عامية كبير زي فؤاد حداد، العامية المصرية كويس، ويتعمل هذا النوع من المسرح الغنائي المصري الحقيقي، فا احنا ده هدفنا. وفي نفس الوقت ده يعني العرض ده يمكن الاساتذه يقولوا لحضراتكم، احنا في المسرح القومي احنا عاملين حد للسن، يعني في حد ادنى 6 سنين. العرض ده كان احنا متجاوزين كسرنا القاعده، دخلنا اقل من 6 سنين. احنا شفنا في الصور اطفال، اطفال دول اللي عندهم 4 سنين ونص و5 سنين و6 سنين يعني اقصد كان توظيفهم ايه في العرض؟ بيخشوا يقدموا اغنيه ملحنها الاستاذ محمد عزت اسمها بنت السلطان. هم بيخشوا يقدموها، وفي نفس الوقت بعد ما بيخلصوها بيعملوا تعليق على اغنيه قدمها مفيد عاشور ومحمد عزت. صوره الاطفال برضو لازم نحييهم. يعني بصراحه هايلين، اضيف فرح وهنا واحمد واسماعيل. بنت السلطان لابسه القفطان، لابسه القفطان قفطان فستقي بحزام بندقي عقدها لؤلؤي فشر المرجان. الله. وعايزين نقول بقى ان اطفال الاستاذ يوسف كانوا متبرعين باجورهم بالعمل في هذا الموضوع. والروح الحلوه بقى، يعني لما يبقى كل مشارك بروح حلوه بحب، ده بيظهر على الاطفال بقى اللي بيجوا يتفرجوا. ده اللي انا عايز اتكلم عنه بقى. يعني احنا سيبنا الاطفال الاصغر من كده يخشوا المسرح القومي يتفرجوا على النوع ده من المسرح، نوع بسيط فيه غنى فيه شقاوه. هم يعني الاطفال بيخرجوا، يعني في احد القنوات صورت ويمكن تشوفوا في طفلين من الجمهور دخلوا مع الاطفال دول وقعدوا يلعبوا معاهم وهم بيصوروا ويغنوا معاهم. يعني فكره ان هو انت بتقربي الموضوع منهم. وانا كمان رايي ان ده يعني تربيه الانسان عموما من الصغر بتمر بمراحل. لما تيجي في مرحله مهمه زي مرحله الطفوله وتحطي حجر سليم في البنى ده، الحجر ده هيشيل البنيان ده طول العمر. والحقيقه النقطه اللي حضرتك بتذكرها دي احنا افتقدناها على مدار سنين فاتت، احنا عايزين نرجعها مره ثانيه، لانه اللي يلاحظ انه كان في جيل اتربى على الثقافه وتربى على طبعاً المسرح وتربى طبعاً على الاشعار والمسرحيات سواء محليه او نصوص عالميه، وبالتالي ده غير في شخصيته او كان اضافه في شخصيته. لما غاب المسرح وبقى يعني في نوعيه من المسرحيات لا ترقى لذوق ان احنا نرتقي بالثقافه العامه، للاسف الشديد الوضع بقى سيء جدا. طبعاً فده واجب وطني جدا انه ترجع الثقافه مره ثانيه، ونرجع المسرح بقوته والمسرح القومي وغيرها من مسارح الدوله تقدم النصوص العظيمه اللي بتحفر فعلا الثقافه وبترسخ للهويه المصريه. كلام حضرتك مظبوط واحنا معاه جدا، وده اللي خلى الدكتوره ايناس عبد الدايم خدت قرار ان هذا العرض يجوب محافظات مصر.
بالكامل. واحنا بعد العيد هيتم التنسيق ان هذا العرض يجوب المحافظات ويذهب لكل الجمهور في المحافظات، ده من حرصها ودعمها للثقافة وللذوق الرفيع اللي حضرتك بتتكلم عنه، اللي انه يوصل لكل الناس في كل انحاء مصر. وفي نفس الوقت بعد هذه الجولة نرجع تاني برضو نقدم يعني اسبوعين في المسرح القومي ويتم تصوير العرض بشكل احترافي بحيث ان يبقى موجود في على الشاشات في التلفزيون المصري ان شاء الله، وده اللي احنا بنتمناه وحريصين عليه بشكل كبير. رحاب، كل عرض اكيد او كل عمل بتقدميه بيبقى فيه اضافه بالنسبه لك، يعني بيسيب اضافه جديده. العرض ده بقى هو لسه مخلصه وان شاء الله مستمر زي ما احنا عرفنا في محافظات مصر باذن الله، لكن ايه اللي بيميزه بالنسبه ليكي انت شخصيا وبالنسبه للاداء الخاص بيكي على خشبه المسرح؟ بصي، هو زي ما قلت من شويه، فكره ان انا اقول شعر من معنى الكلمات، مش ان انا اقف القي شعر، دي بالنسبه لي كانت حاجه جديده عليا جدا. يعني يمكن انا قدمت على خشبه المسرح القومي قبل كده نهج البرده ولغه عربيه واحمد شوقي فلما ده بالنسبه لي جديد خالص ان انا اقول شعر في الشقاوه، ان في كمان بنت بتمثلي الشعر. يعني الدور ده اختلافه بالنسبه لك ان انت بتمثلي شعر مش بتمثلي سيناريو او كلام مرصوص، ومش بتقرا قصيده. لا مش بتقرا قصيده يعني، وما ينفعش تقرا القصيده لفؤاد حداد بالشكل ده الا اذا كانت بالشكل التقليدي. ذواقه كمان حلو جدا. يعني الموضوع كان شخصيتك في العرض. شخصيتي في العرض، انا بلقي شعر في كل منطقه، زي يعني في كل منطقه ليها شكلها. يعني في كل حته من قصيده في منطقه فيها شقاوه جدا، في منطقه فيها لا احنا بجد جدا، انا بتكلم عن مصر وعن جمالها وبلد حبيبي، يمكن دي اول حاجه بقولها، بلد حبيبي جنينه يجري فيها النيل. لا نسمعها تضحكي علينا ولا ايه؟ تضحكي علينا وتقولي كلام كده. كل جزء انت قلتيه عايزين نسمعه، واعتقد برضه استاذ محمد بعد ما تخلص رحاب عايزين نسمع من حضرتك. يعني بقول بلد حبيبي جنينه يجري فيها النيل، والنخل يرمي على الشطين بلح زغليل، ومشيت مغمض هداني من نفسها دليل، بلد حبيبي جنينه يجري فيها النيل، بنضفة ميلة يا عيني وضفة عاوزة تميل، بين البناني هوا ياما غوى المراسيل، شفت الحمام شفت الحمام يلقط الحب وحنانه يسيل، من ايدها ينقل لايدها من جميل لجميل، بلد حبيبي جنينة يجري فيها النيل، عمر اللي بيحبها ما يبطل المواويل، تحكي الجهاد تحكي الجهاد في سبيل الزرع والمية، ريحة حياتي وجنة عقلي وعنيا، العمر فيها شوية والشهادة قليل، بلد حبيبي جنينة يجري فيها النيل. أصل إحنا بعد يعني في العرض بعد بلد حبيبي جنينة والمدح في بلد حبيبي اللي هي بلدي اللي هي مصر، بندخل على طول باستاذ محمد عايز طيب العروسة. ما احنا هو يعني هو جنة العروسة. لابسة القفطان بنت السلطان، لابسة القفطان قفطان فستقي بحزم بندقي، عقدها لؤلؤي فشر المرجان، سلامي علشان بقها بقها ابتدى انتهى من غير تهته، رعش الكروان سمسمة سمسمة سمة تشبه سمة كده متقسمة، ألحن ألحن كده متبسمة طرحت ألوان، بنت السلطان لابسه القفطان، بنت السلطان لابسه القفطان قفطان فستقي بحزن بندقي، عقدها لؤلؤي فشر المرجان،
شفنا بنفسنا يا حسن حسن حسنة ومحسنة ركبت رهان ركبت لحسنة وانت روان عدت من هنا بنت محزمة بحزم بندقي وفطن فستقي عقدة لؤلؤي شاقين سوجان بنت وسلطان. أكيد كنت بتعملي كده في العرض. أصل الأغنية دي اللي كانت بتغنيها بنوتة عندها 4 سنين ونص أو 5 سنين دي فرح فكانت بيختموها فرح وهنا وأحمد وإسماعيل بشقائين سوجين وكانوا بيغنوها بجد. إحنا كنا كلنا بنبقى مبسوطين إحنا مش بن مش بن مش بن طالعين على المسرح نمثل أو نقول شاف إحنا مستمتعين أهو بالجمال أهو دي بالظبط شقائين سوجين إحنا كنا مستمتعين ببعض جدا يعني أستاذ محمد يغني احنا قاعدين متسلطنين بجد. استاذ اشرف بيقول شعر يعني بيقوله طبعا بادائه الفظيع احنا بنتاثر في كل منطقه يعني في منطقه بنضحك جدا جدا ومبسوطين وفي مناطق زي الكنكه دي لازم لازم عينينا تدمع فيها انا لازم عيني تدمع فيها اقعد استخبى حاجه في فرح وهنا واسماعيل واحمد احنا انا بحس ان انا نزلت جدا لكيجيون طايره طب طايره مع عايزه اروح كده جدا شقاوتهم وجمالهم فظاع ودي اغنيتهم بقى بنت السلطان احنا كان نفسنا يكونوا موجودين معانا ويغنوها بس بقى للاسف مره ثانيه الظروف منعت مره ثانيه. طيب استاذ استاذ محمد يعني اداء حضرتك ودورك من خلال المسرحيه حيث مطرب مثلت وغنيت أيوة. الاجزاء اللي كان فيها تمثيل كانت جديده عليه انا بحمد ربنا لانه كل الحاجات اللي اختيرت ليا عشان اديها اداء تمثيلي كانت حاجات لطيفه يعني فقدرت يعني اتعامل معاها بصوره كويسه. انا بشفق على بقيه الفنانين اللي موجودين معانا لانهم كانت الحاجات بتاعتهم صعبه جدا يعني في حاجات الاستاذ اشرف عبد الغفور بيقولها لانه خبرته عاليه جدا في الاداء التمثيلي فبالتالي قدرت يعني كانت طيعه معاها لكن انا بالنسبه لي كان لابد ان يعني واحمد اسماعيل كان مشفق يعني اختار لي الحاجات لاشفاقه عليا بالحاجات اللطيفه اللي اقدر اديها بصوره كويسه. طب عايزين نشوف حضرتك كممثل كان في جزء مثلا بنقول دخلت على سيد افندي اللي ودانه من بره قرطاس ومن جوه بير بص لي بصه واحده وقال لي فوت بعد 4 ايام فوت بعد 4 ايام فوت علينا بكره بعد 4 ايام فوت على السيد افندي اللي ودانه من بره قرطاس ومن جوه بير واللي شنبه مهرجل كل فرده مطرح الثانيه وعملت تافه عشان يحن عليا شويه حن وقال لي فوت بعد 3 ايام بعد 3 ايام فت على السيد افندي اللي ودانه من بره قرطاس ومن جوه بير واللي شنبه مهرجل كل فرده مطرح التانيه واللي نفسه يطبق في جيبه منديل ما ينفش فيه وعملت اتفه منه عشان يحن عليا اكتر حن وقال لي فوت بعد يومين بعد يومين فت على السيد افندي اللي ودانه من بره قرطاس ومن جوه بير واللي شنبه مهرجل كل فرده مطرح التانيه واللي نفسه يطبق في جيبه منديل ما ينفش فيه واللي عينيه نسخه زفره من نظارته عشان يحن عليا خالص فقاسني وقال لي فوت بعد اسبوع كتر خيره الحقيقه جابها له من الاخر. اولا الحقيقه عايز اتكلم عن محمد عزت تحديدا لان محمد عزت فنان كبير وله تاريخ كمان مع فؤاد حداد ومع المخرج احمد اسماعيل ومحمد عزت كمان هذا التاريخ ما راحش هدر يعني انا بقول له النهارده انا بتفرج عليك وبسمعك انا منبهر بيه يعني لانه تطور قوي 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 وبقى حنين وصوته دافي ويمكن الجمهور كنا بنتكلم انا ورحاب قبل ما نخش على الهواء الجمهور كله كان بيجي يقعد يتكلم معانا عن محمد عزت ومدى
الدفن اللي في صوته وفي الغنى وفي التمثيل وفي يعني محمد الحقيقه فنان كبير، واحنا من سعداء ان هو في هذا العمل بصراحه. انا كمسرح قومي سعيد ان هو في هذا العمل. سبتوني هي حاجه تواضع الحقيقه. انا بستغرب والله العظيم من الكلام ده، لان احنا انت عارفه لما تبقي صديقه لحد او عمر طويل جدا وبعدين فجاه يقول ايه ده انت اتغيرتي، انت نضجتي، انت حصل لك تغيير، فاهمه؟ تفاجئي بهذا الكلام، لانه المفروض انه هو اعتدني على نمط معين او شكل معين، لكن لما يقول لي لا انت في العرض ده كسرت مختلف. القواعد وظهرت بصوره مختلفه فاجئتني انا شخصيا بيها يعني. فده طبعا شيء يسعدني جدا انه ده حصل. كمان يعني تاثيره على الشخص نفسه، يعني ده اكيد ليه تاثيره على حضرتك وهيظهر في العروض القادمه. طبعا الليل. على فكره الكلام ده مشجع جدا اني يعني اتمسك اكتر طبعا بكوني مغني بالتحديد. هم اكتشفوا فيا اني مغني يعني انا طول الوقت عمال بتعامل مع العروض المسرحيه ومع زملائي الفنانين المطربين كملحن. عمري ما تصورت انه ازاحمهم في الغنى. لا ده ملحن، لا مغني وممثل كمان. هادفع الى الغناء وخش بقلب جامد وانتظروني تمثيل ونفسك بقى يا احمد بعد كده. احنا عايزين كمان نتكلم على الاوركسترا والكورال طبعاً. لان دول يعني عنصر مهم جدا من عناصر العمل المسرحي وخصوصا في المسرح الغنائي، لان اللينك اللي ما بين الفنان او الممثل على خشبة المسرح وما بين الكورال وما بين الاوركسترا ده شيء مهم جدا وعنصر مهم، واعتقد ان ده من الاشياء اللي تم التعليق عليها كمان في هذا العمل، وتم الاثناء على قد ايه في سيمفونية متناغمة ما بين العمل على خشبة المسرح ما بين الفنانين وما بين الاوركسترا والكورال الموجود. ده موضوع مهم جدا جدا وبحيي حضرتك انك طرحتيه، وهو فكرة الموسيقى الحية اللايف، ان احنا نعمل عرض بموسيقى حية يعني مش مسجلة زي العروض الموسيقى بتاعتها بتبقى مسجلة. الصعوبة في ايه؟ الصعوبة في التوفيق مع الموسيقيين الارتباطات وفي الاجر. الاجر يعني ده مهم جدا برضه الحقيقه. الحقيقه المايسترو صابر عبد الستار، الحقيقه يعني الدكتور صابر عبد الستار، وانا بوجه له التحيه من هنا، وبوجه التحيه للمخرج احمد اسماعيل تاني لانه اختار صابر عبد الستار ايضا كمان. وصابر عبد الستار يعني جمع مجموعه من الموسيقيين المحترفين المحترمين المبدعين الحقيقه يعني، ورضيوا باجور قليله يعني بالنسبة لأجور السوق العادي، ويمكن محمد عزت يعرف ده كويس. وفي نفس الوقت مش مستواهم الفن ضعيف، لا ده مستواهم الفن كلهم أساتذة الحقيقة. هو أصلا أستاذ دكتور صبر عبد الستار، وكل الحقيقة المجموعة اللي معاه الموسيقيين على مستوى عالم الاحتراف ومن الاحترام الاثنين. ما خليني أقول لحضرتك ده بقى دور الفنان الوطني المحب الوطن. لما يلاقي في عمل بيخدم الوطن وبيثري الثقافة المصرية خلاص بيشترك مهما كان الاجر عامل ازاي. دي الميزه الحقيقه. فده نوعيه من الفنانين يعني يرفع لهم القبعه ونحترمهم ونحطهم على راسنا من فوق. مظبوط. هم المجموعه الموسيقيين بقياده صابر عبد الستار والكورال، يعني عندنا 12 كورال بنات وسيدات ورجال برضو الحقيقه بيشتغلوا معانا من نفس الروح. وعلى فكره كلهم محترفين وفي السوق. يعني احنا مش جايبين ناس هواه يتعلموا، لا ده دي كلها ناس محترفه، عشان كده العمل طالع مستواه عالي المستوى. يمكن الاستاذ جمال عبد الحميد لسه رحاب من شويه كانت بتقول جمله، الاستاذ جمال عبد الحميد المخرج الكبير لما جه اتفرج قال ايه التناغم الكبير جدا اللي ما بين الفرقه الموسيقيه وما بين الممثلين وما بين المطربين وما بين الاطفال. قال انا حاسس ان في تناغم كبير جدا جدا بين هذه المجموعه، ومفيش اي نشاز ده عشان المستوى الفني بتاع الفرقه فرقه محترم. فانا بحييهم جدا جدا على هذا العمل بصراحه. طيب استاذ يوسف، يعني خلينا برضو نقول ان ما شاء الله انتوا قدمتوا عرض محترم جدا نال استحسان وقبول كل من شاهدوه، العرض كان بالمجان
ولكن برضو ينقصنا الدعاية الكافية للعرض. مظبوط. يعني بصراحة لولا انه فاطمة مهتمية بالثقافة والحركة الثقافية، فاطمة من المخرجة بتاعتنا، لولا ان احنا سمعنا على عرض بالضبط بالشكل ده حي على بلدنا، فبالتالي احنا عايزين دعاية اكبر للمسرح القومي وعروض المسرح القومي بحيث انها تبقى متاحة للكل، نبقى عارفين بتقدموا ايه. انا شخصيا ايد على ايدكم يعني انتوا التلفزيون واحنا المسرح يعني، والدعاية هي في التلفزيون. هو الفكرة في ايه؟ الفكرة في ارتفاع سعر الدعاية المرئية. في ارتفاع عالي جدا في السعر، واحنا كان في بروتوكول زمان ما بيننا وبين التلفزيون، اتمنى ان هذا البروتوكول يرجع يتفعل مره اخرى. وانا بوجه رساله للقائمين في على الامر في التلفزيون ان يبقى في بروتوكول، نرجع البروتوكول، وهو عباره عن احنا جهه وزاره الثقافه بنقدم مسرح، نعمل اعلانات جوه التلفزيون بسعر رمزي. يعني انا ما اتحاسبش زي اللي بيعلن عن مسحول غسيل او عن نوع ملابس معين او كده، يعني انا لابد اتعامل. هو بصراحه ان جبت حضرتك للحق، انت مش محتاج ان انت تدفع فلوس للاعلان عن منتج ثقافي الدوله لنشر ثقافه ووعي في يعني الدولة. انا اتمنى ان انا يعني ان نرجع اتمنى ان انا طب ما تخلينا نقول يا استاذ يوسف حاجه، يعني نقول برضو او ندي فكره للساده المشاهدين اللي بيشوفونا دلوقتي عن خطة المسرح القومي في الفترة القادمة، ايه المسرحيات اللي هيركز عليها، ايه البرنامج الخاص بيه مثلا، بيتم تغييره كل فترة قد ايه، لكل من يرغب في التواصل ان هو يكون متواجد مع الحركة المسرحية على خشبة المسرح القومي، يبقى عنده على الاقل يعني فكرة. الوسيلة اللي يقدر من خلالها انه يعرف المعلومة على طول، ممكن لو مش عايزين نقول خط ساخن طبعا، لكن على الويب سايت على حضرتك دلوقتي ممكن تقول لنا ايه الجديد اللي هيتم تقديمه من خلال المسرح القومي ان شاء الله في الفترة اللي جاية. تمام، احنا المسرح القومي تم افتتاحه منذ 3 سنين ونص او 3 سنين و4 شهور تقريبا، وحصل اهتزاز طوال ال3 سنين و4 شهور دول، انه بنفتح شهرين ونقفل شهرين نظرا لاجراءات التسليم والتسلم ما بيننا وبين الشركه المنفذه. الحقيقه لما فضل الامر ده معلق، فالامر ده كان عامل اهتزاز في خريطه او في خطه المسرح. يعني انا بقى مثلا عايز اقول ان انا في شهر كذا هعرض مسرحيه، لسه هقول لحضرتك مثلا باقي الاوبرا المصريه عندهم البروجرام الشهري بالظبط، فالناس تقدر تتابع اي حفلات بتقدم من خلال دار الاوبرا المصريه بالزبط. انتوا زيها برضو جهه حكوميه؟ انا المسرح القومي بيبقى برنامج سنوي اكتر، لانه العروض المسرحيه عندنا بتقعد بالشهر والشهرين والثلاثه، كل ما كانت عروض ناجحه فبيمتد بتستمر عرضها. الحقيقه لما الامر ده فضل مهتز ما بين ان احنا نقفل شويه ونفتح شويه، لغايه ما جت الدكتوره ايناس عبد الدايم وزيره الثقافه الحقيقه، وانهت هذه المشكله جذريا ما بيننا وبين الشركه، وخلاص خلصنا الاجراءات الحمد لله، كل الحاجات المشتركه خلصت الحمد لله، وبالتالي اقدر النهارده اعمل خطه طموحه للمسرح القومي طبعا. هتبدا بان احنا الروايات اللي ما صورناهاش زي ليله من الف ليله، بطولة النجم يحيى الفخراني والنجم لطفي لبيب وهبة مجدي ومحمد محسن واخراج تأليف بيرام التونس واخراج المخرج الكبير محسن حلمي، هيتم تصويرها في الفترة القادمة. ثم مسرحية اضحك لما تموت تأليف لدين الرملة واخراج عصام السيد، وبطولة نبيل الحلفاوي ومحمود الجندي برضو من ضمن العروض اللي هتتصور، وعرض حي على بلدنا. فالخطة ان احنا نصور هذه العروض، بجانب ان شاء الله ان احنا بعد العيد هنبدا بروفات عرض كبير، وده هيبقى من العروض الانتاج الكبير او الانتاج المميز، وهو هولاكو تاليف الشعر الكبير فاروق جويده واخراج المخرج الكبير جلال الشرقاوي، وبطوله نجوم لامعين زي الاستاذ فاروق الفيشاوي، زي الاستاذ كمال ابو ريه، الاستاذه رغده، وبقيه ابطال المسرح القومي، وده هيبقى من العروض المهمه نصا وموضوعا واخراجا وفي نفس الوقت ماشي مع الخط بتاع المسرح القومي، وهو فكره انا طوال الوقت بقدم الثقافه المعبره عن الهويه المصريه والحفاظ على الهويه المصريه. الحقيقه الاسماء اللي حضرتك ذكرتها من الشعراء يعني مش محتاجين ان احنا نتكلم عنهم، يعني دايما بنقول بيبقى فيه كده نوع من الثقه او الضمان ان انا رايحه اشوف عمل مسرحي لشاعر
الفلاني الفلاني ده لا مش محتاجة ان انا اتكلم، اكيد هستمتع وهشوف عمل قيم ليه هدف وليه دور في المجتمع في الوقت الحالي. يعني احنا بنشوف مسرحية حي على بلدنا احنا محتاجينها النهاردة، وقت حداد كتبها من كام سنة وفي وقت غير الوقت، ولكن بيظل العمل الفني اللي ليه قيمة معينة صالح للعصور كلها، وده اللي احنا محتاجينه النهاردة. يعني احنا عندنا ثقة في اختياراتكم لما تقدموه للمواطن المصري من خلال المسرح القومي. احنا محتاجين نعرف بس فترات العرض هتبدا امتى وتستمر قد ايه. ولكن احنا اتفقنا مع الوزيره الفنانه ايناس عبد الدايم ان العرض هيبقى في شهر اكتوبر مواكبه باحتفالات نصر اكتوبر، لانه عرض من العروض الوطنيه المهمه جدا جدا. انا مش هكشف كل اسرار العرض يعني والعمل، ولكن هو مهم توقيته، فاحنا هنبدا فيه بروفات من بعد العيد عشان يبقى في شهر اكتوبر، وان شاء الله ربنا يوفقنا ويبقى حاجه كويسه ان شاء الله باذن الله. للاسف الشديد كالعاده الوقت الحلو بيخلص بسرعه جدا، وبجد يعني استمتعنا بوجودكم معانا، دايما موفقين باذن الله. الف مبروك نجاح العرض المسرحي حي على بلدنا واستمراريه النجاح بعد كده باذن الله. نورتنا يا استاذ يوسف ورحاب، فنان محمد عزت نورتنا، بس احنا لسه هنختم معاكم بس نشكر بس ضيوفنا، الف شكر لحضراتكم. شكرا. نختم مع حضرتك يا استاذ محمد. حضني